ابنتنا هارتي صعدت روحها مع ملائكة السماء. اطمئن يا جاما. منك أتعلم يا كورونا. خذ ابني حالا للطبيب. هيا بنا يا أخي. فلتعمل في صمت يا جاما. علينا أن نسافر للصين حالا فلا تقلق. سنتكاثر. ما ذنب الطفل الصغير؟ انظر يا فيروس يا صغير. يا ويلي. سنجتاح العالم كله من الصغير حتى الكبير. لماذا عدت بسرعة يا جاما؟ نعم نعم يا كورونا. أخيرا سيتحقق حلمنا. لكن يا كورونا. هيا. الكل متعب وحزين. لا تضيع الوقت في الحديث. إذن؟ أنا دخلت رئة الجدة. فالفيروس احتل الرئتين. حقا. إذن ستموت الجدة في الحال. ماذا؟ الإسعاف ستصل بعد قليل. شكرا. كورونا. كورونا. ماذا حدث؟ فلا شيء يدعو للقلق. لا، سأكون معك على الفور. ضع الخطة وأنا علي التنفيذ في الحال. شكرا. وبهذا الفيروس يجب ألا نستهين.